ايه يا جماعة، النهاردة معانا فيديو جديد جامد جدا جدا. ايه فكرة دي؟ النهاردة هنلعب لعبة حياة المطعم او ريستورانت. اللعبة دي طبعا حلوة اوي، وهي عبارة عن ان انا هلعب لعبة المطعم يعني وكده، هفرجكوا مطعمي بس مش دلوقتي. طبعا لسه انا عاملة 10 ادوار وجايبة مطاعم كتير اوي. بصوا هفرجكم ايه المطعم ده. ايه ما تجيبش من بعض؟ يس والله. في ايه يا حبيبي؟ خلاص في ايه؟ مش صديق. ما انا جايبه ده وجايبه ده وده، ده هو المفضل عندي. ده اول واحد جبته، وبعد كده بعد كده يعني انا عشان بحب ده جامد. تمام، يعني بحب الحاجات اللي تترك الكلام ده. ده كان ب9 مليون، وده كان ب4 مليون. شوفوا يا جماعة، ده اشتريته، بس هشتغل برضو على ده، بحبه اكتر. لا ما عندي باين. لا ماشي وكده. ده كان 9 مليون، ده كان ب4 مليون، ده كان ب2 مليون ونص. ده زي ما انتوا كنتوا شايفين ب700 ألف. انا ببذل جامد يا جماعة. بصوا انا جبت حاجات ياما. انا جبت ده، ده غالي قوي قوي. بصوا ترابيزة، جبت ترابيزة واحدة، وجبت 6 كراسي. كراسي تشوفوا يعني دفعت فيه 7 مليون ونص. اوف جامد، جامد قوي، جامد يا جماعة. بصوا الكلام ده هعرفكم ازاي يا جماعة. انا معايا المبلغ ده كله كله، يعني بجد هعرفكم ازاي. طب معايا الاخر الفيديو. بصوا دي الكراسي اللي انا يعني ده الصفر اللي انا بتاعت كده 200 600 كده، حاجة خفيفة. غرام 75 بقى كده، حاجة لذيذة كده. بصوا يا جماعة بميتكم، شوفوا الترابيزة المعفنة دي ب80 ألف. ليه؟ ليه بجد؟ لا ليه 80 ألف؟ ليه؟ أنا مبزرة، بحب التبذير. لا ما أنا مش عارفة أحطها فين بأمانة، مش عارفة أحطها فين ولا هعمل بيها ايه، مش عارفة ولا مش حاجة. انا كمان جبت الهرم ده يا جماعة ب10 مليون، ولا جبت كل الدباتات دي معايا. ده طبعا دي اصلا مش عارفة اشتريها ازاي. انا عاوز اشتريها لو ب20 مليون هجيبها، فاهمين؟ ها بجد لو ب20 مليون هجيبها برضو. جايبة حاجات كتير، جايبة حاجات كتير. اوكي يا جماعة هكمل شراء في ال بتاع ده، عشان انا عندي رخام كتير. بحب كده جايب ده. تمام كده خلصت التسوق دلوقتي. خلونا يلا بينا نرجع. خلصت التسوق، نروح بقى. لا لا لا، ده انا بتقاس على الاول. يلا بصوا يا جماعة، المبنى ضخم ازاي يا جماعة. شوفوا يا جماعة الارتفاع ضخم قوي. انا خايفة اني حاسة اني خايفة اني يقع كده مرة واحدة يا جماعة بجد. صور حلو. يلا بينا نعمل مطبخ محترم. هعرف في نهاية الفيديو اصلا ازاي جبت كل ده، كل الفلوس دي يعني. وده من غير روبوكس والله العظيم.
حاجة مش متعبة أبدا، وب10,000 فقط. تمام، هخلي كده الدنيا جميلة معاكم. ايه رأيكم في الموديل؟ يلا بينا نحط الكراسي. انا نسيت احط هنا ده. جبت غسالة، ماشي في المحطة دي يا جماعة. بتخيلوا ب4,000,000، تخيلوا الذهبي ب4,000,000. انا هبدل كل التانيين وهجيب الذهبي، عشان انا الصراحة متقرفة من التانية، حابة كل حاجة تكون غالية عندي. طبعا اكتبوا لي في الكومنتات تابعتوا مسلسلات ايه في رمضان. انا تابعته جعفر كامله اللي كانت هتعمل يعمل معايا. واكتبوا لي تابعتوا ايه، المداح ولا جميلة؟ صح، انا برضه تابعت اول كام حلقه من مسلسل جميله ايشي، وبرضه تابعت اول كام حلقه من مسلسل المداح فقط، وشويه برضه من الكبير قوي. بس انا اللي تابعته جامد كان جعفر. أجمل مسلسل بجد السنة دي، أجمل مسلسل. شوفوا كمان بيجيلنا فضائيين، مش الزباين العادية. في بقى يعني واحد بس بيدي 15,000 يا جماعة، 15,000، فأكيد معايا كتير قوي. ده غير إن أنا عندي 10 طباق، يعني طوابق، 10 طوابق. يلا خلينا بقى نحط معدات الطبخ. لا 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 الصراحة يا جماعة حاسين انها مش كده. نحط دي ونشوف امر الفواكه دي في النص ده. بصوا هحط دي حاجة تنور الشغل كده. شوفوا الجمال، ايه رأيكم؟ ترى انا مش فاهمة ايه السجاد ده، وانا اصلا ما بحطوش وخاصه تبذير يا جماعه. شوفوا يا جماعه المدخل حلو ازاي. بصوا كل الدنيا ذهب. ايه ده، انا قلت ان الذهب هيكون اللي فوق صح؟ صح، قلت الذهب هيكون اللي فوق. المهم كمان اللي حاسه بان الملايين قاعده بتروح بسرعه، مش عارفه ليه. عشان بشتري، عشان ما بشتريش حاجات رخيصة، عشان بشتري حاجات غالية، فعشان كده تروح بسرعة تقريبا. بشتري كتير 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 كتير، بشتري بال40 بال50، حول الله يا رب. اللي هو واو. المهم يا جماعة أنا جايبة كل الشفات. ايه ده، لأ لسه فيه برضو. يبقوا كلهم لفلت لفلت. you have unlocked. المهم بصوا الجمال، بحب كده قوي، شعور جميل لما الواحد يلعب. انا حط الكراسي الذهبي اللي جبتها بمليون، لا اللي جبتها ب7,500,000، حطها فوق. انا جبتها ب7,500,000، انا مش مصدقه قد ايه ببذل جامد.
قوي. كمان فكر الطبق اللي فوق نحط فيه اغلى حاجات. ايوه الطبق اللي فوق احط فيه اغلى حاجات. دلوقتي هفكني بقى يعني من ده، يعني ده هعمله بقى بالحاجات اللي بتتسوى والكلام ده، والطبق بقى العاشر هعمله للناس التوب جامد. ايوه 10 مليون 7 مليون ونص يا جماعة اكيد. وانا هحط الهرم كمان فوق عشان يدي شكل. الهرم حطه تحت الطبق الاول. مبسوط اوي يا جماعة، انا معايا ملايين ملايين فاهم، ملايين دي يا جماعة في الحقيقة. ثمانية تسعة على الربع، تسعة على الربع. كمان تقولي في الكومنتات مين اللي عامل موبايله التوقيت الصيفي. انا عملت التوقيت الصيفي. ايه يلا بينا. انت ترجع اضعف ما عندي طولة بال قوي كده عشان اعمل في الـ10 ادوار، مش فاهمة جبتهم منين. هجيب في الطبق الـ10 كل حاجة غالية. عارفين اللي هم الكراسي دي اللي هي الغالية قوي بس شكلها وحش؟ ايوه هجيبها، هجيبها في الطبق العاشر. هتقولي ليه؟ عشان عايزين اغلى طابق، اغلى طابق صرفت عليه. هو ده بقى انا هصرف على راحتي، يعني احط كل حاجة عادي. شكلها كده هجيب حاجات جديدة للطابق العاشر. الحاجات تروح بس مش رافعة معايا. جماعة هقول لكم كمان معلومة، تعرفين انه يعني لما انتوا مثلا تغيروا حاجة والمصممين بتوعكوا تلاقيهم مبسوطين طب ما تعملوش حساب جديد تمام. انا حصل معايا كده لما غيرت المطعم وانصدم من مش ايه، قلت لا انا كده مش عامله حساب جديد عشان صاحبتي. كان حصل معايا كده عملت حساب جديد، فقلت لا اكيد مش هيتعمل معايا كده بعد ما جمعت الملايين دي وعملت 10 ادوار اكيد لا ماشي. كل اللي عملته انه طلعت ودخلت تاني لقيتهم تعدلوا واحسن من الاول اساسا، بقى صراع جدا. شوفوا يا جماعة انا عندي عمال في ليفل 50 مش فاضيين يتحركوا على فكرة من ليفل 50، فكرة ده على الليفل على فكرة. ايه ده شكله اعلى ليفل. ايه اللي انت فين ده على ليفل كده؟ مين عندي في ليفل 50؟ هلا مش مهم.
مش عايز حط هنا. جماعة السر في الألماس دي يا جماعة، هي اللي جابتلي الملايين دي كلها، وانا بزين بيها ساعات عادي. بصوا تضغط عليها كده بقى بعد بقى الفضائيين بقى والحركات. المهم يبقى 15000 لا وانا كنت كنت ما عملتش ما يا جماعه عملت كارثه غلط. يلا خدنا من الكراسي التانية. قوم تاني يا جماعة، ولا كنت ذكية ولا ايه الحكاية؟ والله عملت في الكراسي اللي حطيتها دي، الكراسي كان المفروض احطها. غباء غباء يا جماعة. الفيديو طول 14 دقيقة، تلت ساعة. ماشي بقيلي دول بس واكون خلصت الطابق ده. ماشي طب اعمل بقى بقى ازاي تكسبوا الملايين دي في فيديو تاني، نبقى نعمل مع بعض الطابق العادي. تمام. انا عشقت اللعبة دي يا جماعة، انا اصلا بقى يعني بحب المطعم بقى والحاجات دي. غير ان انا محبش ابدا ان ادخل لعبة واكون فقيرة، انا بقيت غنية حاسين ان انا واو كده حاجة جامدة. انا بحب كده دايما لما ادخل لعبة اللي اسمك مغنية. يعني احنا كده خلصنا، خليني بقى افرقكوا ازاي انت كده. كل اللي بتعملوه ان انتوا بقى بتروحوا هناك كده، كل اللي انتوا بتعملوه انكوا بتروحوا هناك كده عند الخيام دي. يا رب بس الصوت ما يكونش كان جامد على صوتي. انا هي دايما بتكون موجودة هنا في الخيمة، لونها اخضر. اشتروها يا ب10000 فقط، بضغط على يس وتجيبوا منها واحدة، ما تجيبوش منها كتير عشان يعني انا يعني عشان هي مش هتفيدكم ابدا لو جبتوا منها كتير، ده مش هيزيد ابدا. ده غير يعني، فانا حاسس ليه ما بعتهمش. هقول لكم عشان احنا ما بنبيعه بنخسر. تمام، لان احنا اشتريناه ب10000 اوبي وبيخلينا نبيعه ب2000 جنيه. تمام، احنا كده خسرانين مش كسبانين، بس ايه دي الحكاية. وبس سلام يا حلوين.